في جوكر؟ لا لا. السؤال ده سهل. لا. ادب والسؤال هو الملك اوديب هي مسرحية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ مش أنا قلت لكم السؤال ده سهل؟ ما خدتوش 4 ثواني؟ كنت تاخدوا 20 نقطة؟ سعوش كلام انتوا الاتنين، مش عارف ايه إجابتك. توفيق الحكيم. توفيق الحكيم. زينة، إجابة صحيحة. الراحل العظيم توفيق الحكيم هي الإجابة الصحيحة، وكده نتيجة تعادل 30-30. آخر